السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة عبد الحكيم حنيني أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام وأحد الأسرى المحررين. أبو حذيفة، مرحبا بك. حياك الله أخي أحمد. كنا نعتقد أنه بعد فترة التحقيق في سجون إسرائيل تجري المحاكمات، ولكن يبدو أن هناك وضعا مقلوبا في إسرائيل كما ذكرت أنت، حيث أنت متهم وأنت مسجون وأنت معتقل بمجرد القبض عليك. نعم. أما قضية المحاكمة فلها أمر آخر، كيف جرت محاكمتك؟ طبعا مرة أخرى أؤكد أن الاحتلال في محاكماته أنت مدان، مهما كانت الظروف أنت مدان. لذلك هم يعرضوا الأسير على المحكمة مرة ومرة 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 حتى في النهاية يعني يستطيعوا أن يتوصلوا إلى حكم، إلى قرار حكم، سواء باتفاق مع المحامي، مع المحامي الذي يمثل هذا الأسير، أو في النهاية يعني بالمرافعة والحكم المباشر على طبعا الأسير. أي شيء سيدافع المحامي إذا كان الحكم، يعني إذا كنت أنت مدان ومحكوم، عن أي شيء يدافع المحامي؟ طبعا أنا يعني شهدت كثير من المحاكمات للفترة الطويلة اللي أمضيتها موقوف، لا أذكر نهائيا أنه المحامي وقف ودافع. ما اللي بيعمل إيه؟ لا أذكر، بس مجرد فقط بوقف، استكمال شكلي للمحكمة؟ فقط بوقف، بيحكي بعض الكلمات البروتوكولية ثم يطلب التمديد، لعلنا هكذا يعني لعلنا نتوافق مع المدعي العام على حكم يناسب. يعني بيتفقوا على الحكم؟ لا هو طبعا المدعي العام في النهاية ينفذ قرار الشباك المخابرات، جهاز المخابرات الإسرائيلي ينفذ هذا القرار. طبعا كلها محاكمات عسكرية، كلها محاكمات عسكرية، لا يوجد محاكمات مدنية نهائية. الحكم فيها درجة واحدة. نعم. يعني ليس لك أن تستأنف أو تتظلم. لا، تستأنف عادي، ممكن تستأنف لمحكمة عسكرية عليا، ولكن القرار يبقى قرارا. إذا لم يعني نادرا حقيقة ما شاهدت إنه يعني في ال20 سنة اللي مضيت بجوز أخ أو أخين اللي استأنف ونزل من حكمه سنة أو سنتين، كل الاستئنافات دائما لصالح الادعاء العام كلها. في حد بياخد براءة؟ لا يوجد. لا يوجد حقيقة. يعني معنى أن تمثل أمام محكمة إسرائيلية أنك أنت مدان. أنا يعني شوف، أنا أذكر هنا يعني مثال، أنت يعني تخيل كإنسان مراقب، تخيل عندما تم الإفراج عنا في صفقة وفاء الأحرار، أفرج مع الأسير البطل عميد الأسرى الفلسطيني نائل البرغوثي، أمضى 34 سنة في السجون، تخيل 34 عام وهو في سجون الاحتلال، وهو من عائلة مجاهدة صابرة مصابرة، هو وشقيقه ووالده ووالدته رحمة الله عليهم كلهم، مات أبوه وأمه وهو في السجن، وطول السنوات وهي أمه وأبوه زوروا في السجن. هذا الأسير الآن في الحملة الأخيرة تم اعتقاله مرة أخرى، رغم أنه ليس من حق الاحتلال أن يعتقل. شوف تخيل، أنا ليش جبت يعني الأمر للقدر، اليوم قبل التسجيل وصل رسالة لائحة الاتهام اللي عادوا للحكم، طبعا هذا الأسير ومعاه حوالي 50 أسير يعني موجودين في الضفة تم اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار، أحدهم حمزة أبو عرقوب أعادوا للحكم، ولا أبو النور لنائل البرغوثي برضو أعادوا للحكم. شو كاتبين في قرار الحكم؟ كاتبين أن هذا الشخص مارس نشاطا أمنيا سياسيا سريا، وممنوع أن يطلع على هذا الموضوع لا المحامي ولا الأسير، وفقط المدعي العام والقاضي. تخيل، يعني واحد لا يعرف تهمته نهائي ولا يعرف الجريمة التي ارتكبها، والمحامي لا يعرف عن أي شيء، ولا يستطيع المحامي أن يجيب هذا الملف السري. لا يستطيع، يعني واحد زي نائل البرغوثي 34 سنة في سجون الاحتلال لا يستطيع، بعد هذه المدة لا يستطيع أن يعرف ليش، لماذا أعتقل، لماذا أعيد اعتقالي مرة أخرى.
لماذا؟ ما في جواب. فلذلك هم خلاص بحطوا بند سري وقرار أن لا يطلع على هذه المعلومات. هو ما في معلومات فقط من أجل أن يتم المحاكمة وإعادة هو ده بيخليني يعني أسألك وأفتح معك موضوع المعتقلين الإداريين. هناك أسرى يسموا أسرى إداريون لا يعرفون ما هي تهمتهم، يتم احتجازهم فترات طويلة، يفرج عنهم ليوم واحد ثم يتم اعتقالهم مرة أخرى وبنفس التهم. يعني ليس هناك تهمة معروفة، هي تهمة سرية لا يعرفها حتى المعتقل أو الموقوف أو المعتقل الإداري. الفرق بين السجن الإداري وبين السجن النظامي اللي انتوا كنتوا فيه؟ السجن النظامي دائما كما قلنا في لائحة اتهام وفي بنود للائحة اتهام وفي حكم. السجين الإداري مأساة حقيقية يعاني منها المئات وعانى منها الآلاف من الأسرى الفلسطينيين. يتم اعتقال الأسير الفلسطيني دون أي سبب، دون أي ذنب، دون أي بند اتهام، فقط لمجرد شكوك، لمجرد أنه يعني قد يؤثر على 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 الناس. بيتم اعتقاله مرة ومرتين وثلاث وأربعة بدون أي اتهام. ونفس القصة اللي ذكرتها قبل قليل، بحطوا في لائحة الاتهام هناك بند سري لا يمكن كشفه، مقدس، إيش مقدس عندهم لا يمكن كشفه. وصدقا أخي أحمد، يعني من تجربتنا في الأسر، صحيح إحنا أمضينا سنوات طويلة، ولكن أؤكد لك أن الأسير الإداري يعاني نفسيا أكثر منا أبناء الأحكام العالي والمؤبدات. لماذا؟ لأن أنا يوم بنحكم مؤبد أنا بعرف أن أنا محكوم على قضية، أنا قاومت وعملت ونفذت عملية لذلك قابل الحكم. ولكن هذا الأسير الإداري دون أي تهمة، دون أي عمل نهائيا. والأدهى من ذلك، شوف كيف بعملوا حتى يعني يبذلوا كل ما يستطيعوا لتحطيم نفسية الأسير الفلسطيني. بيبكوا لآخر دقيقة للأسير الإداري وهو يتوقع أنه سيتم الإفراج عنه. في اللحظات الأخيرة ببلغوا أنه أنت تجدد لك أخرى مرة 6 شهور إداري كمان مرة. صفحة 51 من كتاب معاناة الأسير: تبدو مهزلة الاعتقال الإداري واضحة في المحاكم التي تعقد لإصدار مثل هذه الأحكام، حيث يمنع الأهل من حضور هذه المحاكم ولا توجه فيها تهمة واضحة، بل يكتفى بالملف السري، فلا يدري الأسير عن ماذا يحاكم ولا يدري المحامي عن ماذا يترافع، وقرارات الاعتقال الإداري تجدد عادة بالتهمة ذاتها الملف السري. وهي يعني الملف إنجاز، يعني أنا بسميه الملف اللا إنساني، الملف اللا إنساني اللي قوات الاحتلال دائما تصر على اعتقال هؤلاء الأبرياء دون ذنب إلا أنهم فلسطينيون. في 27 أكتوبر 2014 وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلت عن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى الإداريين الآن يتجاوز 550 أسير. نعم، هو هذا العدد دائما في يعني زيادة ونقصان، في زيادة ونقصان أو في زيادة مش في نقصان. أحيانا حسب الأحداث الموجودة في الضفة الغربية والقدس، أحيانا بزيد الاعتقال أحيانا بقل الاعتقال. ولكن يعني مرة أخرى أشد معاناة للأسير حقيقة، أشد معاناة. تخيل أنه أحيانا بعض الأسرى شو بيعملوا فيهم وهو في قسمه، بيقولوا له أنت مفرج عنك، أنهيت الحكم، بيطلعوا من القسم على باب السجن، على باب السجن. وهو أنت تخيل كيف الإنسان يوم نفسيا يشم نسيم الحرية، يوم نفسيا يجهز نفسه، يجهز أوضاع يعني حاله، وأنا مروح بدي أشوف أهلي، بدي أشوف أمي، بدي أشوف أبوي، بدي أشوف زوجتي وأولادي، وعلى باب السجن يلف السيارة ويقول له ارجع، أنت مجدد لك كمان 6 شهور بقرار من المخابرات أو بقرار من قائد المنطقة العسكري. فهذه حقيقة ضاغطة نفسية كبيرة على الأسرى الإداريين. في هيئة شؤون الأسرى في 27 أكتوبر الماضي 2014 قالت إن عدد الأطفال المعتقلين 300 أسير من أطفال فلسطين. نعم. الآن نعم في هذه الأيام، صحيح. طبعا هؤلاء الأطفال عانهم الله،
واكثر يعني اكثر احداثا اللي هي في انتفاضة القدس في الفتره في نتيجه اقتحامات الاقصى في المرحله الاخيره اكثرها من ابناء القدس حقيقه بيعتقلوا هؤلاء الاطفال. هناك اخي احمد صور يعني شاهدتها تقارير حيه حتى في التلفزيونات العبريه للقنوات العبريه تشاهد كيف بتم اعتقال اطفال بتم تصوير وهم يعتقلوا هذا الطفل الصغير ابن 10 سنين وبن 9 سنين وبن 11 سنه وبن 12 سنه كيف بقيده وكيف بحمله في الدبابه وكيف بضربه وكيف بتفنن في تعذيبه وفي ضربه. هذه صور حيه وحقيقه نشروها اكثر من مره وهم ينشرون هذه الفضائح اللي كان بتوزيع الكاميرات من بيت سالم على المواطنين وبيصوروا هذه الصور وهذه الاحداث موثقة. خلال المحاكمات هل يسمح للأهل بحضور المحاكمة؟ حسب العقاب، إذا كان الأسير معاقبا يحضر، ولكن للأمانة أنا أقولها يعني الحضور فقط هو للرؤية، ما فيش أحضان ولا بوس لا نهائي ولا كلام حتى ولا كلام، فقط هو يعني الأب أو الأم أو الزوجة عندما تحضر إلى المحكمة تحضر فقط مشان تشاهد ابنها من بعد أو هو يشاهدها من بعد. في أسرى بيطلبوا من أهليهم ما يحضروش؟ طبعا يعني أنا كما ذكرنا والدة نزار التميمي استشهدت على باب المحكمة ضربها أحد الجنود. في كثير من الشباب بيطلبوا من أهليهم للإهانات للضرب بسبب أنه يعني نسميها الممارسة اللي بيحاولوا يذلوا الأسير أمام أهله أنه ما يجوا. أنت كنت عارف ستحكم بكم؟ أنا شخصياً لا طبعاً لا، أما أنه كنت متوقع أن يحكموني مدى الحياة. كان بين الجلسة والجلسة كم؟ أحياناً 3 شهور، أحياناً 2 شهور، أحياناً 6 شهور، حسب القاضي وحسب قراره. أنت كنت بتتناقش مع القاضي تتكلم معه؟ طبعاً لا، ممنوع تتكلم مع القاضي؟ ما في مجال أصلاً. يعني إحنا كأسرى، أمال الجلسة بتتعمل إزاي؟ شوف، إحنا كأسرى فلسطينيين لا نعترف بهؤلاء القضاة، وقد يعني شاهدت الكثير من المواقف اللي احكي لنا بعضها. يعني عايزين نعرف، لان بنشوف صور على التلفزيون بنشوف الاسير قاعد وحواليه الجنود الاسرائيليين وضباط قاعدين على المنصه كمحكمه عسكريه، وبعض الاهالي احيانا بيبقوا موجودين. في هناك اسرى اللي بيكون عندهم عمليات قتل واضحه، يعني خلص هو يدرك تماما ان كلامه يعني مش لا بزيد ولا بنقص بالنسبة عليه، يعني محكومة 10 مؤبدات، 15 مؤبد محكومين. تجد كثير من الأسود اللي بقيف أمام القاضي وبسب القاضي وبقوله أنت نازي وأنت محتل وأنت مجرم وأنا ما بعترف فيك وأنا أنت هذه محكمتك زبالة، ويهين القاضي طبعا بالصراخ خلال ثواني سريعة فورا بيعتدوا عليه بيضربوا بيسكروا ثمه في إيديهم وبيسحبوه بيخرجوه من القاعة. كثير من الأسرى عملوا هكذا، يعني من شباب. في حضور وسائل إعلام بتكون موجودة؟ لا طبعا لا، ممنوع. لا طبعا، الوسائل الإعلام ما بيجيبوها إلا على شخصيات مركزية هم قاصدين يجيبوها، وأحيانا طبعا إيش بيعمل زي الشيخ أحمد ياسين محمد كان بيبصوا أحيانا، البرغوتي أيضا نعم، الأخ مروان صحيح أغطوه إعلاميا كثيرا. أحيانا أيضا بكون أحد الأبطال للمقاومين أو المجاهدين عامل عملية نوعية، فحتى يثبتوا لشعبهم إنهم يعني ألقوا القبض عليه وهيهم بحاكموا فيه، فبيجيبوا له لقطتين فقط تصوير إنه هي وهو في المحكمة وهي وهو مقيد في إيديه وفي رجليه، بيجيبوا بعض الصور وهم ساحبينه حتى يعني يشبعوا غريزة الحقد والكراهية اللي عند شعب الاحتلال. المدة اللي بتستغرقها المحاكمات عادة؟ حسب الملفات، يعني في هناك ملفات قد تأخذ 1-2-3-4 ممكن أشهر. يعني إذا كان الملف محسوم بحاول المحامي قدر الإمكان إنه يسكره، يعني خلاص يعني بروح على المدعي العام. أنتوا بتجيبوا محامين ولا هم المحكمة بتستدعي؟ لا الأهالي وأحيانا مش محتاجة محامي أصلا. لا ما هو مش الجميع مرة أخرى، في ناس بيحاول تشوف يعني شعور الأهل
شعور الأهل بده يضل يعني شاعر أنه يستطيع أن يبذل ما يستطيع هكذا قناعة الأهل أنه ممكن هالمحامي يخفف. طبعا هذا الأمر كله في الأحكام الخفيفة والقضايا البسيطة، بس في القضايا الكبيرة الجميع مدرك. طبعا قضاة الانقلاب في مصر تفوقوا في المؤبدات على قضاة إسرائيل يبدو. أنت كم سنة قعدت تحاكم؟ أنا طبعا أمضيت 9 سنوات وأنا موقوف وأنا أحاكم 9 سنوات. كم جلسة تقريبا؟ يعني أقل شيء يعني 50 جلسة. أقل شيء. مجرد تروح وتقعد في المحكمة والقاضي يعمل إيه؟ فقط يدخل القاضي لبضع دقائق، يكون يعني متفق المحامي والمدعي العام إنه بدنا نأجل للدراسة للنقاش للكذا وكل هذه الأسباب. يدخل القاضي يقول قررت المحكمة تأجيل الملف لتاريخ كذا كذا. يوم النطق بالحكم بيبقى معروف عندك؟ لا. أنت بتروح بتلاقي الحكم صدر؟ لا، يعني أنت بتروح ممكن في أي محكمة بتحضرها بيكون قرار الحكم. يعني أنت مش رايح على المحكمة وعارف إنه هذا الحكم هذه المحكمة راح تكون في قرار حكم اللي يعني ينتهي هذا الملف. هل وضعك في السجن بيتغير بعد صدور الحكم؟ لا. يعني تحصيل حاصل ما في يعني لا يعني لا ما بتستفيد لا شيء لا إنجازات ولا حاجات خلاص أنت كمان. إيه رد الفعل بعد سماع الحكم؟ طبيعة الأسير أي يعني الأسير اللي متوقع حكم عالي عادي حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين صابرين محتسبين. وأهم شيء إذا كان الأهل موجودين يعني الأسير دائما يبادر أن يرفع معنويات الأهل، وهم كذلك دائما بتحرص الأم أو الأب أو الزوجة إنه ترفع معنويات الأسير اللي ما يشعر بأي انكسار أمام هذا السجان. هل طبيعة الأحكام بتحدد نوعية السجن؟ نعم، يعني في الأحكام الخفيفة في الغالب اللي يعني في هذه الأيام اللي هو في معتقلات النقب وما جده، يعني في النقب وما جده لا يوجد مؤبدات نهائي، فقط الأحكام يعني الأقل من 10 سنوات. السجون اللي بنسميها احنا المركزية اللي هي اللي ما فيش فيها خيام هي يعني بتضل السجون اللي فيها الأحكام العالية زي نفحة رمون عسقلان. العزل يعني قرأت عنه كثيرا واضح انه من أصعب الأمور، لكن من أصعب ما وجدت أن يعزل أسير كفيف. وصلنا إلى عزلنا الجديد وبعد إجراءات مملة لساعات أدخلنا إليه ونحن نظن أننا سنستريح من عذابات الرحلة الجديدة، ولكن صوت أخي أحمد بدأ بالتغير فور إدخالنا إلى غرفة العزل ولم أعرف السبب. دع عبادة بلال أسير كفيف، ففقدان البصر يكون نعمة أحياناً. أحمد لم يشأ إزعاجي بشيء وبادر يتفقد الغرفة التي إن صح تسميتها كذلك. سرت بضع خطوات إلى الأمام فارتطمت بالجدار، مددت يدي إلى اليمين فارتطمت بالجدار وإلى الشمال فصدمت جسد أحمد. أين نحن؟ قلت بعبارة مستنكرة متعجبة، في قبر جديد. كذا رد أحمد بتهكم وقهر يكاد يذيب العزل. نعم، لا شك أن زنازين العزل يعني من أقصى الأماكن للتعذيب النفسي اللي بتمارسها إدارة مصلحة السجون. أنا ما زلت أذكر في سجن السبع قسم 4، قسم كان للعزل يستخدم أو للعقاب، المساحة وجود البرش، المساحة المتبقية للأكل والصلاة لا أبالغ لا تكاد تزيد عن كتف الأسير قليلا، يعني بضع سنتيمترات فقط المساحة اللي مخلينها قبر. يعني بالفعل قبر، بالفعل أنت تشعر أنك في قبر. الإنسان يختنق لمجرد التواجد في مكان مثل هذا. نعم، يعني في ضيق حتى ما يسمى بالشباك أو الفتحة الصغيرة
اللي عاملينها في جدار الزنزانة تجدهم وضعين 4 أو 5 طبقات من الشبك الحديد حتى يعني لا أبالغ إذا قلت لك مر. إذا قلت لك حتى الهواء لا يستطيع أن يمر من هذه الحواجز. ومرة أخرى يعني أخونا عبادة بلال يعني هو عانى معاناة وكانت أنا أعرفه تماما، وكما ذكرت هو ابن للشيخ سعيد بلال أحد مؤسسي حركة الإخوان، هو وأشقائه كلهم الأربعة. هو تحدث عن وجود 4 أشقاء في سجون أخرى كلهم، نعم، معاذ وعثمان وبكر وعمر 4 وهو الخامس، وأيضا زوجته سجنت 3 سنوات، وابن أخته ابن أخوه، فكل العائلة كانت عائلة صابرة. هو تحدث عن شيء مؤلم وهو سب الجنود الإسرائيليين للذات الإلهية، كم أرغمونا على سماع لعناتهم للذات الإلهية وسبهم لها، فنشعر كأن الروح وصلت إلى الأعناق خجلا من الخالق الجبار. نعم، وهذا طبعا يتفننون حقيقة نوع من التعذيب النفسي بيستخدموه في العزل. كيف بيعملوا أخي أحمد مقابل زنزانتك؟ يدركوا تماما ويعرفوا أنك أنت مثلا متدين وابن لحماس أو ابن أو مقاوم فلسطيني، يضعوا مقابل الزنزانة أسير جنائي مغتصب أو حشي أو تاجر مخدرات، وبكلفوه أنه يظل يسب الذات الإلهية، يسب الدين، يسب الرب، يسب كل هذه المسبات البذيئة، حتى يوميا تبقى أنت في صراع نفسي داخلي أنك أنت بتتألم وأنت تسمع هذه المسبات، وطبعا غير مسبات كما قال العبادة الضباط والجنود، ولكنهم لا يجرؤون في داخل الأقسام، لا يجرؤون على هذا السب لأنهم يدركوا تماما أنهم سيلاقون عقابا. علاء البازيان مر بتجربة مريرة. نعم. من نافذة زنزانته مرت جنازة أمه ثم جنازة أبوه، أو جنازة أبوه ثم جنازة أمه. من هنا من تلك النافذة الموحشة مرت جنازتك يا أمي قبل عام، فتوارت الرمال بدم بارد لا يرحم، أحتضنها حلما قديما كان، ثم تقسو الظروف أكثر فتمر جنازتك يا أبي، وبين النعش والنعش أشهر معدودات، فترقدان بسلام وترقد معكما أشواق دفنت في ذلك الصدر الطاهر في جوف حفرة في القدس العتيقة. هو قضى 25 سنة في السجن وكان كفيفا أيضا. نعم، كان كفيفا وفاقد البصر، ولكن له بصيرة، هو من أبطال حركة الجهاد الإسلامي، يعني من الأبطال اللي أصروا رغم اعتقاله الأول، ثم عاد إلى الاعتقال الثاني، ثم أفرج عنه معنا، ثم الآن أعادوا اعتقاله من جديد وهو كفيف. تخيل، وهو كفيف ولا يرى نهائيا. يعني نائل البرغوثي 27 عاما في سجون الاحتلال، يقول عن أمه التي توفيت في العام 2005 وهو في سجون الاحتلال: أمي سيدة ريفية تعشق نور الشمس، تصنع خبزا، ترسم حلما، تزرع فينا القدس، بيت أعمدة أركان نار وضياع من شباك الزنزانة، رأيت طيور الشنار المهاجرة فحدثتها، ما بال أمي؟ كانت أمي شاعرة قرية كوبر، قوية صامدة، من الشخصيات النسائية المشهورة التي قادت حملات الإضراب ومسيرات التضامن معنا نحن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. الحجة فرحة الله يرحمها، هي الحجة فرحة، هي والدة الأسير. طبعا هو يوم بتقول 27 عام يوم كتب هذا الكلام، هو أمضى ما يقارب 34 عام وأفرج عنه معنا. طبعا هذه هنا اسمح لي أن أقف لبضع دقائق. هذه الحجة، الحجة فرحة، والدة أسيرين بطلين أبو عاصف وابن نور نائل البرغوثي، طبعا كانوا محكومين مؤبدات في صفقة 85، صفقة التبادل 85، طلبوا أنه واحد من الإخوة يروح، تخيل في 85، فروح أبو عاصف. أبو عاصف من 85 لليوم بجوز أمضى
يعني وهو يعتقل ويفرج عنه ويعتقل ويفرج إداري باستمرار إداري وقضايا دائما يعني من زوار السجن المستمرين. حدثني في سجن عسقلان، تخيل هذه المرأة المرحومة رحمها الله هي وزوجها، بقول بكيت أقول له يا رجال شو هالنوع للحج، شو نوع هالمرأة الفلسطينية لأمك كما قال أبو النور وهو يصفها للحج فرحة، كانت يوم تزور تيجي تقاتل السجان، تقاتل وتصرخ وبكل قوة وشجاعة. بكل يا أبو حذيفة في 67، بكل تخيل في 67 ودبابات الاحتلال وقت الاحتلال بيدخلوا في بلدنا، دخلوا في بداية الاحتلال، بكل بعض الناس كانوا يهربوا، قال هذه الحجة فرحة جابت كفتين حجار وطلبت مني واحنا ومن ابو النور واحنا شباب صغار لسه، طلبت منا نطلع ظهر الحياة ونحاجر على الدبابات اللي داخل البلد بالحجارة في 67 هذه الحجة. لذلك هي من العائلات اللي قدمت لفلسطين الكثير من الصابرات الصامدات اللي ضحين طول حياتها في تزور السجون. الحجة فرحة حتى توفاها الله، زوجها انسجن في البداية من الاحتلال، ثم أولادها الوحيدين اثنين لها ولدين أبو النور وأبو عاصف، ثم أولاد أبو عاصف أولادها كانوا يدخلون السجن ويخرجون من السجن. فهذه من العائلات اللي قدمت الشيء الكثير لفلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكرم أبو النور بفرج إن شاء الله قريب ويتقبلها بالرحمة هي وزوجها إن شاء الله. احنا تكلمنا عن العملاء او العصافير قبل كده، لكن وجدت وصف للأسير المحرر علي العمودي وهو يصف المخاوف من الأسرى، لكن حالته كانت مدرية. كنت مربوطا من قدمي وقتها معلقا في الهواء والدماء تنزل من جسدي، الجاكيت مدرج بالدماء، كل أنحاء جسدي متعبة مترهلة، أشعر بخذلال كبير وشظايا الرصاص اخترقت أنحاء جسمي. فقبل ساعات قد خرجت من اشتباك مسلح في بلدة أبو ديس القريبة من مدينة القدس، استمر لسبع ساعات متتالية، واستشهد فيه أخي وحبيبي عبد الرحمن حمدان. كان بجانبي رجل متقدم في السن، خصوصا وأن عمري لا يتجاوز 24 عاما. نظر إلي قائلا من أنت؟ قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم أتكلم سوى بهذه الكلمات في كل سؤال يسألني إياه. تعرفت عليه في فترات سجني لاحقا، رجل رائع مجاهد، لكني كنت خائفا أن أتكلم مع أحد فيكون من العملاء أو العصافير. طبعا أنت ذكرتني في الأخ الحبيب علي العمودي، عشت معه في زنزانة واحد سنوات. أنت شكلك عشت مع الأسرى كلهم. أخونا علي الله يرضى عنه له عملية نوعية اللي هو مع عبد المنعم أبو حميد مع الشهيد، ما تكلمش عنها بتفصيل، لكن نعم هي. ولكن الأخ علي، أنا دائما عندما كان يخلع قميصه للغيار في الزنزانة كنت أقول له أنت يوم بشوفك بتذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه، يوم كان يقول ما في جسدي شبر إلا وفيه طعنة من سكينة أو ضربة من رمح أو ضربة من سكينة. علي العمودي كل جسده مخزك، يعني في شظايا، إما رصاص إما القنبلة، لأنه بالفعل هو تم اعتقاله يوم أنهى في الاشتباك، أنهى الرصاص، استشهد عبد الرحمن بجانبي رحمة الله عليه وهو لم يتبقى شيء، وكل جسده كان مدرج بالدماء. فكان يوم يخلع ملابسه كنت عادي تشوف كل جسده، يعني الإصابات واضحة في جسده. يعني تفتكر العملية بتاعته هذه؟ العملية النوعية، هو عنده عمليتين نوعيات، ولكن اللي كانت مؤثرة جدا اللي حقدوا عليها الاحتلال لعملية قتل ضابط مخابرات رام الله، كل مسؤول رام الله، هو والشهيد عبد المنعم أبو حميد رحمة الله عليه، كانت عملية مؤثرة حقيقة. وجوه السجانين وصفت بشكل يعني كأن بيجيبوا ناس قدت من الصخر، يعني نوعيات خاصة، وانت ما حدستناش عن السجانين. لكن فرسان خليفة الأسير المحرر،
من حماس هو يقول: تنقلت في فترة سجني في سجون لا يعرف سجانوها شيئا سوى القهر والإذلال، وقد كان لي إخوان أخوان في الأسر، أحدهما يتبع حركة الجهاد الإسلامي في قسم 7 والآخر يتبع حركة فتح في قسم 2 وأنا في قسم 5 في سجن رامون. لم نجتمع سويا ولا مرة واحدة أشقاء، لكننا في السجون مفترقون. نعم، هذه كانت من طبعا هو من الأصدقاء الممتازين يعني اللي عشنا معاه برضو، الشيخ فرسان، أنا دائما بسميه الشيخ فرسان، ربنا يرضى عنه إن شاء الله. مش فارس واحد يعني. نعم، طبعا هذا أسلوب كان يمارسه السجان في عقاب الأهالي وعقاب الأسير نفسه. تخيل أن الأم عندما يكون لها 2 أو 3 موزعين على كل سجن وبدها تزور، بدها تزور أولادها، فتبقى طيلة الشهر وهي يعني تزور هين وتزور هين وتزور هين، ففي الشهر بده يطلع لها يعني أقل شيء 6 مشاوير إذا سمح لها، فتنهك تعبا وجهدا. وأنا كنت أرى كثير من الشباب اللي زي فرسان كان يترجى أمه ما تيجي تزور، لأنها يعني تتعب إذا بدها توزع حالها على أبنائها، ما بتقدر، لا تستطيع العجوز أن تكون بهذه الزيارة. أنا هنا لاحظت العيلة فيها 3 من 3 اتجاهات يعني، وهذا وإن كان في 2 إسلامي 1 فتح، لكن يعني العائلة الواحدة الإخوان نفسهم ممكن يكونوا من انتماءات مختلفة. وهذا موجود في شعبنا. نعم، تجد العائلة فيها فتح والشعبي وحماس والجهاد الإسلامي، وهذه ظاهرة موجودة يعني، موجودة في كل أبناء شعبنا. لكن ما بيختلفوش مع بعض، ما الجو العائلي دائما يغلب. نعم، الحمد لله رب العالمين. ما تكلمناش عن ما يسمى بالقمعة أو الاقتحام والتفتيش الليلي للسجون. طبعا محمد الدراوي، أقول لك رواية محمد الدراوي وانت حكي لي. السكون يملأ المكان غير همهمات التسبيح وترتيل القرآن وقرع نعال من بقي من السجانين يقظا يتنقل من مكان لآخر. وفجأة سمعت ومن معي أصواتا عالية لم أعرف ماهيتها، كوني لازلت حديث عهد في سجون الاحتلال. فقال لي من كان معي: هذه أصوات مجموعات من الجنود، عددا ما تقوم بحملات قمع وتفتيش للأسرى. اقتربت الأصوات وقرع النعال يومئ أن عشرات من الجنود قد دخلوا الممر الذي بين الزنازين. وصل ما لا يقل عن 5 جنود إلى زنزانتي، فتحوا الباب الحديدي الذي طالما حجب عني وعن رفيقي نسيم الحياة. قلبوا الزنزانة رأسا على عقب وكأنهم يبحثون عن إبرة وسط قومة من القش. سألونا عن هواتف نقالة نملكها ونستخدمها داخل الزنازين، أنكرنا وجودها تماما، فاستشاطوا غضبا وأخرجونا جميعا في ذلك الوقت المبكر حيث لازال الجو باردا، وقاموا بتفتيشنا جميعا 10 مرات تفتيشا عاريا مستفزا. قد يرى البعض منكم أن التفتيش عملية سهلة وشيء يسير، لكنها عملية إذلال مهينة وقصة من المعاناة وإهانة الكرامة ليس لها حدود. نعم، ممكن تقول لنا التفتيش الليلي والتفتيش العاري والتفتيش المؤسي هذا؟ طبعا التفتيش العاري من المعاناة الشديدة اللي بعانيها الأسرى الفلسطينيين وتهضم بها حقوقهم حقيقة، والسجان ما زال يمارس هذه الممارسة ولكن بذكاء وحنكة، لأنه ما في حد يصور في كاميرات زي ما صار في أبو غريب نهائيا. لذلك هم، تخيل الأسير الفلسطيني عندما يريدون أن يخلعوا كل ملابسه ويبقوه كما ولدته أمه، كما ولدته أمه. وأحيانا يعني إذا بدهم يزيدوا في الإذلال بصيروا كل قوم وقعد ولف ودور حتى يعني يزيد في إذلال هذا الأسير، فهذا باستمرار ودائما يمارسونه. وأقسى على النفس إذا كانوا يمارسوا عند الأخوات السجانات البنات، يعني هذا طبعا كان يعني يكون أقسى 10 المرات على نفس الأسير أو على نفس الأسيرة الفلسطينية. أيضا موضوع القمع والتفتيش، التفتيش الليلي، تخيل عندما يدخلوا إلى زنزانة بدهم يفتشوها بقلبوها كما يعني بما تحمل الكلمة من معنى، رأسا على عقب، كل شيء بقلبه، كل شيء، وعلى الأرض
وأحيانا إذا كان في زيت مع ملح مع كذا بحطوا الزيت على الملابس على الأواعي، على إذا كان بعض بقايا الأكل بكبوه على الأواعي، إذا كان في سلة أو شيء للزبالة أجلكم الله بتلاقي بحطوها على الأواعي. لذلك هم يعني يتفننون يتفننون جدا في الإيذاء النفسي للأسير. صحيح هو ما ضرب الأسير ولا عذب الأسير في هذه اللحظة، ولكن يتركه لعدة ساعات قادمة وهو يرتب في ملابسه ويعيد ترتيب زنزانته من جديد، وحتى منتصف الليل. يعني دائما هذه الاقتحامات بتلاقيها بعد منتصف الليل. ماذا لو وجدوا موبايل أو وجدوا شيء ممنوع؟ شيء ممنوع فورا الزنزانة أو الغرفة ومن فيها يدخل في دائرة العقاب، العزل، سحب الإنجازات، سحب الأدوات الكهربائية، عقاب زيارات الأهل، عقاب حتى يتفننوا من سنوات في أسلوب جديد في العقاب وهو سرقة المال. يعني أنت لك نقود في الكنتينة عندهم في البنك الكنتينة، فيتفننوا بعاقبوك مصاري فلوس، يعني 200 شيكل 500 شيكل 1000 شيكل يسرقوهم عادي، بيصادروهم من حساب من حسابك في الكنتينة، بيصادروهم لأنه فلان تم معاقبته. طبعا هذا المال في غالبه بيكون يا إما من الأهل يا إما من وزارة الأسرة، مشان للأسرة حتى يستطيعوا أن يشتروا بعض الكنتين وبعض الأكل. احنا تكلمنا عن 300 طفل، وأنا لقيت وصف أم اعتقل ابنها وهو طفل عمره 17 سنة أو يعني في بداية الشباب، مروان الزرد وأسير محرر. الأم لما تقعد سنوات طويلة ما تشوفش ابنها وهي حملته في أحشائها وتحسسته وهو ينمو، بتبقى مشاعرها مختلفة، وهي تحسست كل مسامات روحه وقلبه منذ احتضنته يوم عرس الإفراج الكبير والمشرف، فإذا بي أحفظ حتى عدد أنفاسه وعدد نبضاته، بالله كم كان الله منانا معي. يعني لما حضنت ابنها بعد السنوات الطويلة تذكرته هو طفل وأنفاسه ونبضات قلبه. إحساس الأمهات الفلسطينيات دول حاجة تانية بصراحة، يعني شيء يعني فوق الآدمية. نعم لا شك صحيح، الأم الفلسطينية هي جزء هام جدا من المعاناة، جزء هام جدا من المعاناة، وكل ما تحمل هذه كلمات الوالدة من معنى هي صادقة في كل ما تقول. هناك نوع من السجون وجدت عنها يعني أشياء كثيرة مكتوبة، لكن يعني منها أن في أعتقد عضوة في الكنيسة كشفت عن علامات استفهام حول وجود سجون سرية في إسرائيل، ما يسمى بالسجون السرية، يعني غير 25 سجن اللي تكلمنا عنهم، غير الأسرى الفلسطينيين المعروفين، هناك سجون سرية. كان يتوارد لكم وأنتم في الأسر معلومات عن السجون السرية؟ نعم، كنا يعني نسمع من بعض الأسرى العرب اللي شاهدناهم معنا، وكذلك بعض التقارير حتى كما ذكرت، يعني كما ذكرت حتى بعض تقاريرهم الصحفية اعترفوا وتكلموا عن سجون سرية في معسكرات الجيش، اللي دائما يعني في الغالب هذه تستخدم للسجناء العرب الغير فلسطينيين اللي ما إلهم أهل، اللي يتابعوا مع الصليب الأحمر في فلسطين ويسألوا عنه ويبعثوا محامين ويتابعوا القضايا القانونية. لذلك تجدهم يتحكمون في هؤلاء الأسرى العرب بطريقة يعني طبعا دولهم ما بتسألش فيهم، يعني هناك مصريين، هناك من جنسيات مختلفة موجودين في سجون إسرائيل، دولهم لا يعنيها شيء بالنسبة لأمره. هم يستخدمون يعني يستخدمون كل أساليب التعذيب مع هؤلاء الأسرى، يستخدمون معهم كل الأساليب البديعة، حقول تجارب حتى طبية. نعم. حقول تجارب في كل شيء. في كل شيء. في هناك أسرى أسروا لغاية الآن مفقودين. هي المحامية الإسرائيلية ليثا لياتسيمن. لياتسيمن. نعم. تقول إن أي شخص يدخل هذا السجن يختفي ومن المحتمل إلى الأبد. نعم. هي مهتمة بالموضوع هذه المحامية الإسرائيلية. هي محامية إسرائيلية كانوا يعني أمضت حياتها تقريبا
وهي تدافع عن الأسرى الفلسطينيين، وقد تستغرب يعني دائما تجدها واقفة في كل المحاكم. مركز الزيتونة عمل كتاب في كتابه عن معاناة الأسرى في صفحة 29 يقول: السجن 1391 القريب من الخط الأخضر هو أحد السجون السرية ولا تعترف بها إسرائيل. طبعا مش ممكن كحكومة لا تعترف، ولا ممكن أن تعترف، لأنها يمارس كمان مرة يمارس فيها كل التجاوزات الإنسانية على البشر. يعني التجاوزات يعني الإنسانية. ممكن إذا فتحت هذه السجون يكون من فيها بقايا أدمية، حطام. نعم. حطام بني آدمين في كل شيء، في كل شيء يجرون عليهم كل تجاربهم البشرية. مين أشهر الأسرى؟ يعني برضو إحنا عندنا الآن في 7000 أسير، في أسرى يعني حسن سلامة محكوم ب 48 مؤبد 1175 سنة. الكنيسة أصدر تشريع مخصوص عشان حسن سلامة بعدم الإفراج عنه أو مبادلته بأي إسرائيلي، ويقضي معظم سنوات سجنه من سنة منذ أن أسر في العام 94 وهو تقريبا في العزل الانفرادي. نعم طبعا هو أخونا المجاهد البطل حسن سلامة هو من قاد عمليات الانتقام للشهيد يحيى عياش. هو اللي يعني اللي قاده، هو مجموعة يحيى عياش ذكرى في 5 يناير. نعم قبل أيام سبقت، هو ومجموعة من الإخوة المجاهدين محمد أيمن الرازم و فهذا قاد هذه المجموعة من العمليات الرد على استشهاد الشهيد يحيى عياش. أيضا في الأحكام، ما هي أشهر العمليات التي نفذها حسن سلامة؟ نفذ معظم عملياته طبعا في مدينة القدس في خط 18 في عمليتين. أصر يعني محمد أيمن الرازم وأكرم ومجموعتهم أصروا أن ينفذوا هذه العملية في نفس الخط، في يعني في مرتين متتاليات في نفس المكان ونفس الخط السائر للباص. ايضا في عندنا في الاحكام، في عندنا مثلا عبد الله البرغوثي 67 مؤبد، هو اعلى اعلى المؤبدات. نعم نعم اعلى، لا يعدي 2000 سنه. نعم اعلى الاحكام. في عندنا محمد ابو وردي 47، عباس السيد 35 مؤبد. في ايضا في اقدم الاسرى الان في عندنا من أبناء الداخل ماهر يونس وكريم يونس، هم يعني أشقاء أبناء عمومة من أبطال فتح القدامة. تخيل هذول صاروا تقريبا 31 أو 32 عام وهم في سجون الاحتلال. عندنا يعني هؤلاء من الآن من أقدم الأسرى. في الضفة الغربية عندنا أبو شاد الطوس من أقدم أسرى، أسرى برضه حركة فتح لغاية الآن أمضى تقريبا 30 سنة. سمير أبو نعمة برضه من قدام الأسرى اللي أمضوا قرابة 30 عام. كما قلت نائل البرغوث الآن يكمل 34-35 عام في سجون الاحتلال. مروان البرغوثي 5 مؤبدات، الأخ مروان مسؤول في حركة فتح 5 مؤبدات. أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية نعم موجود أيضا. طبعا عبد الله البرغوثي 67 مؤبد متهم ب 109 تهمة. نعم. لديه 3 أطفال ومعتقل من العام 2003. كل هؤلاء الأسرى يعيشون على أمل واحد، هو أن يتم أسر جنود إسرائيليين لاستبدالهم بهم. هذا هو السبيل الوحيد للحصول على حريته. نعم. وحتى حينما يحصلون على الحرية يمكن أن يعتقلوا مرة أخرى. هناك أكثر من 50 ممن حصلوا على حريتهم في صفقة وفاء الأحرار اعتقلتهم إسرائيل مرة أخرى في مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حتى مخالفة للاتفاقية، حتى مخالفة طبعا موضوع طبعا الاتفاقية بضمانة مصرية، ومصر يروحوا الفلسطينيين أو الحكومة المصرية، مش مصر. مصر طبعا قضية فلسطين دفعت من أجلها الكثير، ولكن من يحكم مصر؟ ربما طبعا التجربة منذ انطلاق عملية السلام لليوم تعلمنا أن هذا العدو مع هؤلاء النوعيات من الأسرى لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة القوة. لم يفرج عن أسرى مثل هؤلاء إلا بطريقة الإجبار وبطريقة أسر الجنود الصهاينة. لذلك حتى يعني عندما بدأ الإفراج في بدايات عملية السلام كان فقط يختار الإخوة الذين
لم يجرحوا أو لم يقتلوا جنود إسرائيليين يتم الإفراج عنهم فقط. يعني من قتل جاسوسا، من قتل عميلا، من قاوم المحتل، من لم يؤذي بالدم، يعني بمعنى دائما مصطلحهم اللي بين قوسين بيستخدموه أيديهم غير ملطخة بالدماء، هكذا باستمرار يصفوا هؤلاء الأبطال. لذلك هم هكذا، هكذا هو العدو، لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة الإجبار. يعني أنا ما زلت أذكر عامي أيلون أحد قادتهم العسكريين، كان قائد البحرية وكان مسؤول الشباك في فترة من الفترات، في يعني في خطبة من خطبه شو بقول؟ بقول للأسف نحن علمنا العرب، هكذا يقول، للأسف نحن علمنا العرب أن لا يعطونا شيئا إلا والمسدس على رقبتنا. هكذا هو المحتل. في العام 2005 أسر جلعاد شاليط، وطبعا أنتم حاولتم الهرب في العام 98، وحاول كثيرون غيركم من الأسرى الهرب، ولكن بقي أملكم في أن يؤسر جندي أو جنود إسرائيليين حتى تتمكنوا من الهرب. هناك عمليات تبادل كثيرة وقعت بين العرب بشكل عام وبين الإسرائيليين منذ حرب العام 48 بين دول، يعني مصر تبادلت وسوريا تبادلت جنود مع الإسرائيليين، وحتى حزب الله تبادل، وحتى حركات من حركات المقاومة تبادلت عبر الاختطافات والأشياء التي جرت، ولكن بقيت هناك بعض عمليات التبادل الكبيرة التي قامت بها الحركات الفلسطينية. الحلقة القادمة نتابع هذه عمليات التبادل مع الأسرى التي تمت، عمليات الأسر واستهداف حماس لأسر جنود إسرائيليين من أجل الإفراج عن المعتقلين، نتابعها في الحلقة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة عبد الحكيم حنيني أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام وأحد الأسرى المحررين. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.